الحملة التوعوية التي تقودها الأمينة العامة النائبة الثالثة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أم سعدين ميدي هنغتا حول مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي تهط رحالها بالدائرة السابعة بملعب العاشر من أكتوبر وسط هشد كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. الأمين التنفيذي البلدي للحزب أبا جدة معمار أعرب عن فرحته بهذا الهشد الجماهيري لمناضلي الحزب للاستماع إلى رسالتهم التي تخص مخرجات الحوار الوطني وكذا التوعية للإحصال بيومتري وانضمام عدد من أعضاء حزب الكابسير والمحولون. وحث أبا جدة معمار المواطنين إلى أن الوطن شأن الجميع ويجب المحافظة عليه، مقدما الشكر لرئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو الذي يسعى لاستتباب الأمن والسلام في ربوع البلاد. وبعيد ذلك تناول الحديث المتحدثين الرسميين عن الحزبين المذكورين آنفا باسم المنضمين اللذان قالا إن انضمامهم جاء بعد التفكير الطويل وبدون ضغوطات من أي جهة، مؤكدين أن حزب الحركة الوطنية للإنقاذ حزب السلام والتعايش السلمي ويعمل لأجل مصلحة الجميع. وبعيد تقديم هدية رمزية للأمينة العامة النائبة الثالثة لحزب الحركة أم سعدين ميدي هنغتا، قدمت الشكر لمناضلي حزب الحركة بالدائرة السابعة على هذا الهشد، مضيفة بأن المخرجات التي خرج بها الحوار تخص تنمية البلاد، وشكرت الشباب المنضمين حديثا للحزب واختيارهم حزب الحركة اختيارا صائبا. وبهذه الكلمات اختتمت القافلة التوعوية التي تقودها الأمينة العامة النائبة الثالثة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ في الدوار العاشر لمدينة أنجمينة.